حيوان مائي يمتلك 3 قلوب: الأخطبوط، الحوت، القرش. الجواب الأخطبوط. السؤال الثاني: الشجر الذي يسميه الناس قاتل أبيه: النخيل، الموز، البرتقال. الجواب الموز. السؤال الثالث: ما هو أسرع شيء بالعالم؟ الطائرة، الصوت، الضوء. الجواب الضوء. السؤال الرابع: ما هي عملة المغرب؟ الجنيه، الريال، الدرهم. الجواب الدرهم. السؤال الخامس: ما هو اسم صغير الخروف؟ المهر، الديسم، الحمل. الجواب الحمل. السؤال السادس: ما هو أول كائن حي يصل إلى الفضاء؟ الكلب، الإنسان، الطائر. الجواب الكلب. السؤال السابع: على ماذا يطلق اسم السم الأبيض؟ الملح. على ماذا يطلق اسم السم الأبيض؟ الملح، السكر، الطحين. الجواب السكر. السكر. السؤال الثامن: ما هو أعلى جبل في العالم؟ ماكالو، إيفرست، ووستو. الجواب إيفرست. السؤال التاسع: أين توجد ساعة بيج بين؟ موسكو، سويسرا، لندن. الجواب لندن.
السؤال العاشر، الطائر الذي يميز اللون الأزرق، البومة، الغراب، النعامة. الجواب البومة. السؤال الحادي عشر، الحيوان الذي يملك أكبر قلب هو الفيل، الحوت الأزرق، الزرافة. الجواب الحوت الأزرق. انتهت الأسئلة، ندخل على النوع الآخر من الأسئلة وهو الأسئلة الذكية. من هو الأسرع، الحصان أم الفهد؟ الجواب الفهد. ما اسم هذا الحيوان الموجود بالصورة؟ الحرباء، السلمندر، الحرزون. الإجابة السلمندر. ما هو الحيوان الوحيد الذي لا يستطيع القفز من بين هذه الصور؟ الزرافة، الدب، وحيد القرن، الفيل. الجواب الفيل. أوجد القرد المختلف من بين هذه الصور والأشكال. لا تتعجل في الإجابة وركز جيدا في كل هذه الوجوه التي أمامك. إنه هذا الوجه المختلف. من الأضخم من بين هؤلاء الحيوانات؟ وحيد القرن أم فرس النهر؟ الجواب وحيد القرن. أي حيوان من هذه الحيوانات لا ينام؟ الضفدع، السلحفاة، الأفعى، الحرباء. الجواب الضفدع.
من هو الأذكى، القط أم الكلب؟ الجواب القط. أي حيوان بري يمكنه فتح فمه على أوسع نطاق؟ الأسد، الحمار، فرس النهر، التمساح. الجواب فرس النهر. أخطر أنواع السمك هي الحوت أم القرش؟ الجواب القرش.